السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة السادس الابتدائي والطلب المقبلين على مدارس المتميزين والمسرحين، إليكم أجوبة الاختبار اليومي، اللي اختبار اللي جرى بتاريخ 19/5/2023. هاي الأجوبة. أول شيء الجواب كان تراب طين، مثل ماء إلى بناء، طحين إلى عجين، زبيب إلى عنب، خبز إلى قمح. الجواب راح يكون باء، طحين إلى عجين، على اعتبار أنه علاقة التحويل تحول من التراب إلى طين مثل ما يتحول الطحين إلى عجين. بالنسبة إلى السؤال الثاني يقول أكمل المتسلسلة التالية. شوفوا المتسلسلة، احنا قايلين لكم دائما المتسلسلة لازم أفقد علاقة بيناتهم، يا أما ضرب يا أما جمع. 27 صارت 33، و31 صارت 37، 35 فراغ 39. يقول في هذه هي الجواب راح يكون 41 مو 14، خطأ هنا. في المتسلسلة نقوم بإجراء عمليتين حسابيتين بالتناوب، نجمع العدد الحالي مع 6، شوف 27 زائد 6 33 لنحصل على رقم. النوبة نطرح ال 33 من 2 يطلع 31، 31 زائد 6 37، ناقص 2 35، 35 زائد 6 41، وهكذا. بالنسبة إلى السؤال الثالث يقول إذا كان عدد التلاميذ 480 تلميذا وكانت نسبة الأولاد للبنات 5 إلى 7، احسب عدد الأولاد، هل هم 350 300 225 200؟ الجواب 200. شوفوا نجمع مجموع النسب، من تجيني نسبة أجمع 5 زائد 7 12، 480 تقسيم 12 راح يطلع 40. بما أن نسبة الأولاد 5 يعني نضرب 5 في 40 200، يعني 7 في 40 راح يطلع 280 نسبة البنات. أوجد العدد المفقود، هنا عندي مربع 5 2 5 7 4 1 6 2 فراغ. يقول مجموع الأعداد في كل صف يساوي 12، شوفوا 5 زائد 5 10 و2 12، 7 1 8 و4 12، إذا 6 و2 8 و4 12، فالجواب راح يكون 4. أنا دائما يا أما ألقى جمع صفوف، لو جمع أعمدة، لو ضرب صفوف، ضرب أعمدة، أفكر في هذه الأفكار. نجي ما هو الشكل المتمم للنمط؟ باعوا هذا الشكل اللي عندي انه يريد هنا يصير النمط من اباوع على الشكل، هو الجواب راح يكون بي. يقول عند النظر في كل صف او عمود للاشكال المتمثله بالخط والدائره نشاهد تحرك الخط بزاويه 45. يقول اذا نشاهد تحرك هذا الخط بزاويه 45 صار هنا، رجع صار هنا، رجع صار هنا 45، وراح يرجع وين يصير؟ راح يصير شوفوا بي راح يصير هنا، يا هي عندي بي وعندي دي وعندي سي وعندي اي، كلهن بزاويه 45 صار الخط، يرجع هنا يصعد نا بهذا الشكل، 45 يتحرك هنا، 45 وين راح يتحرك؟ راح يتحرك بهذا الشكل، فعندي خل اوقف شويه، عندي بي ايضا، شوفوا بي الزاوية كان هذا المربع الأعلى صار هنا، إذا هسه أنا لقيت المربع الجوة هنا عندي الـ A وعندي الـ B، الـ C الـ C وأيضا الـ C. أجي على الحالة الثالثة اللي هذا الصف العمود، هذا العمود كان بهذا الشكل، زاوية 45 تحرك صار هنا، زاوية 45 وين راح يتحرك؟ راح يصير هنا بهذا الشكل، عندي هذا الموجود اللي هو البي، عندي هذا البي موجود هنا أنا. زين، فصار البي بهذا الشكل، راح يصير البي من هذه الجهة، وعندي هذا راح يصير من هاي الجهة 45 هنا أنا. هذا راح يصير مكان هذه، وهاي راح يصير هنا أنا. 45 والحالة الثالثة المربع الثالث راح يصير هنا، فإذا الاختيار راح يكون بي، لان اي صحيح شبيها الى، بس الكره شوف الكره وين صايره، شوف الكره وين صايره، سي شبيه الى بالمربعين بس هنا الكره